ده كلام مهم جدا في هذا اليوم، لكن ماذا يجري في الدار البيضاء؟ أخبار الأهلي، أخبار البعثة، ترتيبات الأجواء. نطير معا إلى المغرب والزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى الدار البيضاء. مساء الخير يا فاروق. كل التحية للأستاذ إبراهيم المنيسي، وبرحب بالمهندس عادل اللقاعي، وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. حطنا بقى في الصورة خبريا من ناحية كل التفاصيل اللي عندك داخل معسكر. هل من جديد؟ ما تقولش المكرر، اخترع. يا حبيبي يا باشمهندس، طبعا برحب بحضرتك. انا عايز اخد المشهد من كلام حضراتكم، لان منذ لحظات كان انتهت طبعا من نهائي دوري ابطال اوروبا، وكان الفريق والجهاز الفني بيتابعوا هذه المباراة. يعني ننقل كواليس بسيطة من متابعتهم لهذه المباراة. طبعا الغالبية العظمى من لاعبي النادي الاهلي طبعا كانوا متعاطفين مع ليفربول طبعا عشان خاطر طبعا محمد صلاح النجم المصري وساديو ماني، لكن ميتشيلي يانكون مدرب حراس المرمى طبعا تعاطفه مع تيبو كورتوا الحارس البلجيكي، كابتن سيد ابو حفيظ، كابتن سامي طبعا يعني النهارده بيشجعوا ليفربول. الجانب الاخر كان بيتزعم طبعا قائمه مشجعي نادي ريال مدريد بقياده اليو ديانج ومحمد شريف، اللي كانوا في يعني في غايه السعاده لتتويج ريال مدريد بالبطوله، ويعني البطوله رقم 14 لريال مدريد. دي كانت الكواليس منذ لحظات طبعا لمتابعتهم لنهائي دوري ابطال اوروبا، اللي خلق دوافع وحوافز كثيره جدا يعني عند اللاعبين، وكثير من اللاعبين يعني بيتمنوا ان شاء الله ان احنا نفوز في مباراه الوداد ان شاء الله علشان نروح كاس العالم، نبقى موجودين مع فريق بحجم وقيمه ريال مدريد. اعتقد من الامور المهمه جدا اللي رفعت الدوافع عند اللاعبين نفسيا قبل هذه المباراه. يعني برضو زي ما انت يا باشمهندس طبعا حضرتك معودنا نقول الاخبار الجديده، اقدر اقول لحضرتك ان التذاكر بالكامل نفدت، كل تذاكر هذه المباراه ما بين الاهلي والوداد. كان من المقرر غدا ان يكون في توزيع للتذاكر، ولكن التذاكر بالكامل نفدت. وعايز اقول لك يعني حاجه مهمه جدا، طبعا فئات التذاكر كانت محدده ب 50 درهم و 100 درهم. عايز اقول لك ان التذكره اللي هي يعني ثمنها 50 درهم بتباع اليوم في السوق السوداء ب 500 درهم، من 500 ل 1000، بينما يعني تذكره الفئه الاولى اللي هي ب 100 درهم وصلت حتى الان في السوق السوداء الى 3000 درهم. ده ان ده اللي بيدل على شغف الجمهور سواء هنا في كل مكان، المقدمين من كل مكان طبعا. يا استناني بس، ده ان دل بيدل على ان هناك خلل، لان التذاكر شخصيه كما فهمنا بالظبط يا باشمهندس، لان فيها بتقدم مستندات وبطايق وجواز سفر ازاي بيسمح بالسوق وتحليل كورونا فازاي دي حاجه. كمل. ده الكلام اللي على الورق يا باشمهندس، ان في طبعا اوراق بتقدم ومسحه كورونا وامور كتير جدا، لكن زي ما حضرتك عارف ان الاتحاد المغربي او الجمعيه المغربيه اللي كانت الجامعه المغربيه هي اللي بتتولى توزيع هذه التذاكر. ده بقول لك يعني من الاصوات اللي بنقدر بنرصدها، وحتى يعني هذه الاخبار اللي بقول لحضرتك عليها هي اللي يتداولها الاعلام المغربي حتى الان، ان سعر التذكره في السوق السوداء وصل ل 3000 درهم. طب انت بتقول طبعا انا متفق تماما جدا مع انا فات عليا اسالك سؤال مهم، انت بتقول كل التذاكر بما فيها حصه المصريين ال 10000 بتوع المصريين اتاخدوا؟ لا حصه التذاكر الموجوده مع النادي الاهلي النهارده طبعا كان فتح باب توزيع التذاكر اللي باكد عليها مجانا من النادي الاهلي للجماهير المصريه في المغرب، يعني كان موجودين النهارده بيتم توزيع التذاكر، وايضا جنب مقر اقامه فريق النادي الاهلي بيتم توزيع التذاكر. حتى الان متبقي بعض التذاكر طبعا لانتظار قدوم بعض الجماهير المصريه القادمين من كافه البلاد، من اسبانيا، من فرنسا. طبعا هم في تواصل تام مع مسؤول النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مكلف طبعا الكابتن سمير عدلي والعميد علاء صلاح المنسق الامني للنادي الاهلي بتولي هذه المسؤوليه والتواصل مع الجماهير بموجب الحضور بموجب جواز السفر للحصول على التذكره مجانا. دي الامور الخاصه بالتذاكر واخر المستجدات. التذاكر عايز اقول لحضرتك واكد على الامور. التذاكر يا فاروق، التذاكر بالنسبه للجمهور المصري اللي موجود في المغرب ياخدها منين؟ علشان الناس اللي بتتابعنا تبقى عارفه ما دام ما نفذتش يروح ياخدوها منين بكره مثلا.
يعني هنا التصريح او التواصل بيكون مع المنسق الامني للنادي الاهلي الكابتن العميد علاء صلاح والكابتن سمير عدلي في مقر اقامه فريق النادي الاهلي هنا بكازابلانكا في مقر الاقامه وفندق الاقامه. تم تخصيص يعني مكان او خيمه بجوار بجانب هذا المقر اقامه فريق النادي الاهلي كويس. طبعا لعزل اللاعبين لعزل الجمهور عن مقر اقامه الفريق. تم تخصيص خيمه بجانب مقر اقامه فريق النادي الاهلي على الراغبين او المصريين الراغبين في الحضور الى المباراه التوجه الى مقر الاقامه ثم التوجه برفقه المسؤول او المنسق الامني العميد علاء صلاح والكابتن سمير عدلي الى الخيمه للاطلاع على جواز السفر المصري ويتم تسليمه هذه التذكره. ودي برضو بنكررها من خلال حضراتكم زي ما قلنا مجلس اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي تكفل بثمن هذه التذاكر وبيتم توزيعها مجانا على الجماهير المصريه. تمام. التمرين النهاردة أخباره إيه؟ يعني التمرين النهارده طبعا كان الجهاز الفني والمستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ يعني قدم ميعاد التمرين النهارده كان في تمام الساعه 5:30 نظرا طبعا للعيبه والجهاز الفني عايز يتابع مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا. النهارده كان موجود على هامش المران في يعني مجموعه من جمهور النادي الاهلي اللي كانوا حريصين على الحضور وبث الحماس في لاعب النادي الاهلي. ندهوا على لاعب النادي الاهلي توجه ليهم لاعب النادي الاهلي على مستر بيتسو موسيماني. توجه مستر بيتسو موسيماني طبعا اشادوا يعني طلبوا اللعيبه يعني النداء المحبب افريقيا يا اهلي بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. حاله اطفت يعني حاله من الحماس على اللاعبين في المران. ايضا مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل النهارده الكابتن محمود الخطيب معالي الوزير العمري فاروق مهندس خالد مرتجي الدكتور محمد شاوي الاستاذ طارق قنديل كابتن حسام مغالي السيد النائب محمد الجرحي الجميع النهارده يعني جلسه جاي اكتر من جلسه على هامش التمرين لتذليل كافه العقبات اللي بتواجه الجمهور. كابتن محمود الخطيب بيتكلم في هذه الامور مع المسؤولين مع مسؤول السفاره مع الجانب الامني لتامين طبعا جمهور النادي الاهلي. وجود الجمهور اطفى مزيد من الحماس على التدريب. طبعا انطلق المران اللي سبقه محاضره فنيه من مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين حاله الجاهزيه اللي عليها لاعب النادي الاهلي. يعني تقدر تقول ان مستر بيتسو موسيماني بيغير في اكتر من طريقه واكتر من خطه وعناصر كل اللاعبين يعني بناكد على الجاهزيه الفنيه لحاله اللاعبين. اللعيب اللي هيبقى خلاص يعني بنسبه كبيره خلاص خارج الاعتماد الفني من مستر بيتسو موسيماني في هذا اللقاء هيكون هو محمد عبد المنعم نظرا تعني بذل معاه مجهودات كبيره جدا لكن خلاص بنسبه كبيره تتخطى يعني ال 99% يكون من الصعب الحاقه بالمباراه. اشتغل مستر بيتسو موسيماني النهارده على اكثر من فقره في الجانب الدفاعي في الجانب الهجومي. طبعا يا باشمهندس حضرتك عارف احنا مش هنتطرق خالص لاي امور فنيه او جوانب خططيه لكن الامور اللي احنا بنشوفها من اللاعبين اللي بنشوفها من مستر بيتسو موسيماني النهارده يعني بيحاول يشتغل على ثغرات كتير جدا احنا ما كناش بنشتغل عليها الفتره اللي فاتت. واضح ان هو مذاكر فريق الوداد بصوره اكثر من رائعه هيعمل يعني عارف ان هو فريق بيتميز بالقوه الهجوميه ازاي اقفل على الجوانب الدفاعيه يعني في انت تقول مش هتكلم يا 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 رؤى تقول مش هتكلم في النواحي الفنيه وعمال تتكلم على القوه البدنيه والاطراف خش في الاخبار لا يعني طبعا اختتم المباراه يا باشمهندس بفقره يعني تسديد ركلات الترجيح يعني تألق فيها اللاعبين مع تألق طبعا حراس المرمى اللي شاهد تألق من الكابتن محمد الشناوي والكابتن علي لطفي كل اللاعبين. يعني مستر بيتسو موسيماني اللعيب اللي كان بيهدر ضربه الجزاء بيخليه يرجع يعيدها مره ثانيه لحد ما اللاعب يسجل ركله الجزاء. الجميع النهارده كانت يعني في صوره اكثر من رائعه تحسبا طبعا للوصول الى ركلات الترجيح ودي يعني من النقاط المهمه جدا اللي مستر بيتسو موسيماني اشتغل عليها خلال الفترات يعني في التدريبات الماضيه بقت يعني فقره اساسيه التدرب على ركلات الترجيح. طبعا جمعته جلسات ثنائيه مع بعض اللاعبين على هامش المران وقف المران اكثر من مره يعني بيتكلم مع اللاعبين على ضروره تنفيذ الجمل اللي هو طالبها من اللاعبين. الامور اللي احنا لمسناها يا باشمهندس لمسناها من اللاعبين لمسناها من الجهاز الفني ان شاء الله تبشر ان احنا نشوف يعني مباراه يكون حاضر فيها شخصيه النادي الاهلي مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون يوم موفق لفريق النادي الاهلي باذن الله. بكره المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني
بكره عندنا تفاصيل كتيره استاذ ابراهيم، يعني حضرتك بالفعل هيكون في تمام الساعه 10 صباحا الاجتماع الفني، وخليني اقول لك ان في بعض الامور طبعا النادي الاهلي هيشدد عليها طبعا طبقا للكلام اللي صدر من الكاف. سيبها لبكره دي يا النادي الاهلي منها الامور طبعا، سيبها لبكره. طيب تمام يا باشمهندس. لكن يعني على هامش برضو الاجتماع الفني زي ما قلنا وجددنا، يعني بنذكر بهذا الامر ان النادي الاهلي هيرتدي الزي الاحمر، وده امر محسوم تماما مع اجراء القرعه. النادي الاهلي اصبح هو الفريق رقم ايه في الملعب، وبالتالي النادي الاهلي هيرتدي الزي الاحمر او الزي الرسمي للنادي الاهلي. اقدر اقول لحضرتك ايضا مش هيتم تغيير اماكن الجمهور، ويعني اماكن جلوس جمهور الاهلي او جمهور الوداد، ده برضو من المنتظر هيكون في حديث خلال الاجتماع الفني، هيتم ايضا من خلاله مناقشه حضور كل فريق الى ارض الملعب. ومن النقاط برضو المهمه ان فتح باب الجمهور ابواب الاستاد للجمهور هيكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت المغرب، قبل يعني قبل موعد انطلاق المباراه ب5 ساعات. عقب الاجتماع الفني هيكون المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ووليد الرجراجي المدير الفني لفريق الوداد، هيكون في تمام الساعه 11:30. ثم وجبه الغداء للنادي الاهلي هتكون في تمام الساعه 2:30. محاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 5:30. ثم التحرك الى ملعب او مركب محمد الخامس اللي هي يعني هيخوض عليه النادي الاهلي اول تدريب ليه في المغرب، والتدريب الرئيسي للنادي الاهلي اللي هيكون في تمام الساعه 8:00 نفس توقيت المباراه. درجات الحراره هنا طبعا يا باشمهندس بتتراوح في الوقت اللي يعني وقت المباراه هتبقى ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، اعتقد جو ملائم جدا. يعني بقى مع اقتراب خلاص احنا بنقترب من ال 48 ساعه القادمين، بدات جماهير الوداد تقابلنا في الطريق، يعني جماهير الوداد اثناء يعني اتجاه حافله النادي الاهلي نحو ملعب التدريب، جماهير الوداد على الصفين بقى يقابلوا جمهور يقابلوا يعني حافله النادي الاهلي وباشارات الناصر للوداد، وان هم يعني بيتوقعوا فوزهم على النادي الاهلي واقصاء النادي الاهلي. قابلها طبعا حماس من لاعبي النادي الاهلي، وجود الجماهير اللي بدات تتوافد من كل مكان الى المغرب لمسانده ومؤازره النادي الاهلي في ملحمه ان شاء الله. اتمنى يا باشمهندس واتمنى يا استاذ ابراهيم انها تكتمل على خير ان شاء الله ونتوج بالبطوله باذن الله. تمام يا فاروق، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى الدار البيضاء، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله. بكره المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني للمباراه، كل التوفيق باذن الله.